لو انت قاعد مع واحد صاحبك قال لك على فكرة فلان الفلاني بيقول عليك كلام مش كويس او بيجيب في سيرتك، هو كده جايب لك خبر بيقول لك فلان بيقول عليك كلام مش كويس، ده خبر من الاخبار. ينفع الخبر ده ممكن يكون صادق وممكن يكون ايه؟ كاذب. هو ده الاسلوب الخبري في البلاغة. الاسلوب الخبري قول يحتمل الصدق والكذب. ينفع يكون فعلا فلان الفلاني بيجف في سيرتك ويكون الراجل اللي بيكلمك ده صادق، وممكن يكون كاذب. يبقى هنا الاسلوب اللي عبر بيه يحتمل الصدق والكذب يبقى اسميه اسلوب خبري. كل اسلوب يحتمل الصدق والكذب فهو اسلوب خبري، تمام؟ وليه صور هناخدها معانا بالتفصيل. طيب المثال الثاني، لو انا دخلت البيت لقيت ابني قاعد فجيت قلت له ذاكر الدرس. ذاكر ده فعل ايه؟ فعل امر، طلبت منه انه يذاكر الدرس. ينفع يقول لي انت كذاب؟ لا ما ينفعش. ينفع يقول لي انت صادق؟ ما ينفعش. يبقى مع ذلك الاسلوب اللي انا عبرت بيه لا يحتمل الصدق والكذب، يبقى ده اسمه اسلوب انشائي. كل اسلوب لا يحتمل الصدق والكذب يبقى ده اسمه اسلوب انشائي. انا انشات كلام جديد، ذاكر الدرس. ذاكر الدرس، ما ينفعش تقول انت كذاب. ده انا انشئ كلاما جديدا لا يحتمل صدقا ولا كذب. لا تخرج من البيت. هل جاء علي؟ لما اقول هل جاء علي ينفع واحد يقول لي انت كذاب؟ ما ينفعش. لما اقول مثلا لا تقصر في عملك ينفع يقول لي انت كذاب؟ ده انا بطلب منك ان انت ما تقصرش في عملك. يبقى ده اسمه اسلوب انشائي. يبقى باختصار شديد الفرق ما بين الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري. الاسلوب الانشائي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، الاسلوب الخبري قول يحتمل الصدق والكذب. ركز بقى معايا على السبورة عشان ناخد الفرق ما بينهم والدنيا سهلة وجميلة ان شاء الله. عندنا الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري. زي ما قلنا الاسلوب الانشائي لا يحتمل الصدق والكذب. طب الاسلوب الخبري قول يحتمل الصدق والكذب. طيب تعالى ناخد كده بقى، احنا ده عرفناه اجمالا كده او باللغة بتاعتنا سريعا. طيب هل في صور للاسلوب الانشائي؟ في صور. وفي صور للاسلوب الخبري؟ في صور. وعلى فكره درس الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي داخل معاك في القراءه وداخل معاك في البلاغه وداخل معاك في النصوص، من اهم الدروس اللي لازم تاكد عليها، لانه ممكن يطلب منك في النص استخرج اسلوب خبري اسلوب انشائي، ممكن في القراءه، ممكن في البلاغه يسالك في البلاغه سؤال مباشر، فركز في الدرس ده كويس. تعال نبدا بالاسلوب الانشائي قول لا يحتمل الصدق والكذب. الاسلوب الانشائي ممكن يكون اسلوب انشائي طلبي، بطلب منك حاجه، بطلب منك حاجة. وممكن يكون أسلوب إنشائي لا يحتمل الصدق والكذب بس غير طلبي، يعني أنا أنشأت كلام جديد بس ما بطلبش من حد إيه حاجة، تمام؟ طيب الأسلوب الإنشائي الطلبي معانا كم صورة ليه؟ معانا خمس صور. معانا كم صورة؟ خمس صور. تعرف الحاجات دي كويس. أسلوب إنشائي طلبي زي الأمر، زي ما قلت لك ذاكر الدرس، أي فعل أمر تقول عليه أسلوب إنشائي طلبي، تمام؟ ذاكر، اجتهد، كل الحاجات ديت اي فعل امر، تمام؟ ساعد والديك، ذاكر الدرس، اجتهد في مذاكرتك، كل ده ادخل اقول عليها على طول اسلوب ايه؟ اسلوب انشائي. يبقى الاسلوب الانشائي اول صوره من صور الاسلوب الانشائي، اسلوب الانشائي الطلبي، معانا اول صوره الامر. طيب انت كده شرحت لنا الامر كله؟ لا، ده احنا الامر هناخده دلوقتي وهناخد صيغه وهناخد الدلاله عليه والصور البلاغيه بتاعته بالتفصيل. طيب بس احنا بنشرح اجمالا كده الاول. طيب رقم اثنين النهي، رقم اثنين النهي. عندنا تاني صورة من صور الأسلوب الإنشائي النهي. النهي لما أقول لك لا تخرج من البيت، لا تقصر في عملك، تمام؟ لا تقصر في أداء واجبك، كل ده بيدخل معانا في الأسلوب الإنشائي اللي هو لا يحتمل صدقا وكذبا. أي أمر أسلوب إنشائي، أي نهي أسلوب إنشائي طلبي. استفهام، هل جاء علي؟ متى جاء محمد؟ أين فلان؟ كل ده يدخل معانا في الأسلوب الإنشائي. التمني، التمني بنستخدم معاه ليت دائما. ليت حرف من حروف التمني. ألا ليت الشباب يعود يوما، بنتمنى أن الشباب يعود يوما. لقيت ليت على طول تقول إيه؟ تقول ده أسلوب إنشائي طلبي. يبقى التمني من الأساليب الإنشائية الطلبية وهناخده بالتفصيل في أدوات تانية غير ليت، هناخدها بالتفصيل. عندنا النداء، لما انادي على واحد اقول له يا فلان، بنادي عليه ينفع اقول انت كذاب؟ ما ينفعش. يبقى ده اسلوب انشائي وفيه معنى الطلب. لو حسيت الامر انا بامر واحد بطلب منه، بنهيه عن حاجه بطلب منه، بستفهم بطلب، تمام؟ التمني بتمنى شيء يبقى انا بطلب، النداء برضو بنادي على واحد يبقى انا بطلب، يبقى ده اسلوب انشائي ايه؟ اسلوب انشائي طلبي فيه معنى الطلب.
طيب تعالى ندخل على أسلوب الإنشاء غير الطلبي. عندنا 5 صور أيضا، عندنا المدح والذم. أنا بقول محمد نعم الرجل، تمام؟ أو نعم الرجل محمد. أنا كده استخدمت نعمة وبئس، ده مدح وذم. لما تلاقي نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا، ده اسمه أسلوب مدح وأسلوب ذم، تقول على طول أسلوب إنشائي ها غير طلبي. طيب ليه قلت غير طلبي؟ لأن لما أمدح واحد أنا مش بطلب حاجة من حد، أو أنا أنشئ كلام جديد. طب ما هي تقول لي محمد نعم رجل، ممكن واحد يقول لي أنت كذاب. لا، ملوش إن يقول لي دي وجهة نظري، أنا بمدحه أنت ذمه براحتك، لكن ده أسلوب إنشاء. أنا أنشئ كلاما جديدا، لكن ممكن تختلف وجهة نظر، ما تختلف، بس أنا أنشئ شيء جديد، أنا أمدح في هذا الشخص، أنت ذمه براحتك. يبقى ما يجيش حد يقول لي ده المدح والذم ممكن يكون صادق وكاذب. لا، أنا أمدح إنسان، هذه وجهة نظري، حد عايز يذمه ده موضوع تاني، تمام؟ يبقى أقول عليه أسلوب إنشائي غير طلبي. يبقى المدح والذم نعم وبئس، حبذا لا حبذا. القسم، أي قسم تشوفه تقول أسلوب إنشائي غير طلبي. أنا بحلف بالله بقول والله كذا مثلا، يبقى على طول تقول أسلوب إنشائي غير طلبي، أنا مش بطلب من حد حاجة. التعجب، التعجب عندنا صيغتين قياسيتين. ما أجمل السيارة، تمام؟ أجمل بالسيارة، يبقى عندي ما أفعله وأفعل به، يبقى على طول أسلوب إنشائي غير طلبي، تمام؟ أو ممكن أي تعجب، دهشة أو استعظام شيء معين بصورة غير الصيغتين القياسيتين. تعجب سماعي مثلا، لله دره، أو مثلا سبحان الله، أو كيف حدث هذا، يا له من رجل شجاع، كل ده بيدخل معنا في التعجب، وناخد كل الصور دي بالتفصيل. عندنا الرجاء، الرجاء زي معنا لعل الله يرحمنا، الرجاء أسلوب إنشائي غير طلبي. والفعل عسى، تمام؟ أدوات الرجاء هناخدها بالتفصيل. عندنا كامل خبرية، في اللغة العربية في حاجة اسمها كامل خبرية وكم الاستفهامية. كامل خبرية، إيه الفرق ما بينهم في السريع كده؟ كامل خبرية تخبر عن شيء فيها دلالة على الكسرة، وكامل استفهامية بتستفهم عن شيء. طيب هضرب لك مثال سريع يفرق ما بينهم. لو انا جيت دخلت البيت قلت في البيت مثلا كم عدد البيض في الثلاجه، تمام؟ يبقى انا هنا عايز ايه؟ عايز عدد. يبقى انا بسال عايز ايه؟ عايز اجابه، تمام؟ حد مثلا يقول لي 5، هيقول لي 6، يبقى كم الاستفهاميه يجاب عنها بعدد ثابت. كم كتاب في الغرفه؟ تقول لي 5، تقول لي 6، كم كذا، يبقى دي اسمها كم استفهاميه. طيب كام الخبرية؟ كام الخبرية فيها دلالة على الكسرة؟ أقول لك كام مرة رحت للقاهرة مثلا جبت كذا، أو كام مرة سافرت إلى الإسكندرية، كام كتاب قرأته. شفت أنت عارف كام اللي احنا بنمدها دي؟ دي اسمها كام الخبرية فيها دلالة على الكسرة، تمام؟ يبقى كام الخبرية بتدخل معنا في الأسلوب الإنشائي غير الطلبي. أنا أنشئ كلاما، كم كتاب قرأت، يعني كده كتب كتير، تمام؟ فيها دلالة على الكسرة. ما ينفعش تقول لي 5، أنا مش عايزك تقول لي عدد، ده أنا بقول كم كتاب قرأت، يعني كم مرة أنا قرأت كتب كتير، فيها دلالة على الكسرة. يبقى كم الخبرية تدل على الكسرة، وكم الاستفهامية بيستفهم بها عن شيء أو عدد معين. طيب يبقى أنت عرفت الأسلوب الإنشائي، إمتى يكون طلبي وإمتى يكون غير طلبي، طلبي في الصور ديت وغير طلبي في الصور ديت، وناخدهم دلوقتي تفصيلاً. طيب الأسلوب الخبري، الأسلوب الخبري عندنا قول يحتمل الصدق والكذب. طيب يبقى أي أسلوب هتشوفه يحتمل الصدق والكذب هتقول عليه أسلوب خبري. طب ما تديني علامة برضو نستخرج بها أقوى من العلامة بتاعت يحتمل الصدق والكذب، لأنها ممكن ما تجيبش معانا. أول ما تلاقي جملة اسمية، أي مبتدأ وخبر، تقول عليه أسلوب خبري. أي فعل ماضي أو مضارع، أي فعل ماضي أو مضارع، ذاكر علي يذاكر علي، على طول أسلوب خبري. يبقى أول حاجة مبتدأ وخبر، أي جملة اسمية أسلوب خبري. أي جملة فعلية عبارة عن فعل مضارع أو فعل ماضي تقول عليه أسلوب خبري، أما فعل الأمر بيدخل في الأسلوب الإنشائي تبع الأمر، تمام؟ أي أسلوب شرط، إن تذاكر تنجح، إن تجتهد تتفوق، أسلوب فعل الشرط وجواب الشرط. أي جملة فيها شرط أو فيها معنى الشرط على طول أسلوب خبري. أي نفي، وإيه الفرق بين النفي والنهي؟ النهي لا تخرج من البيت، لا تقصر في عملك، تمام؟ أما النفي بقى أي جملة فيها نفي، زي لما أقول إيه؟ لا يخرج علي من البيت متأخرا، علي مش بيخرج من البيت متأخر، هل أنا نهيت علي عن حاجة؟ ده أنا أخبر أن علي لا يخرج من البيت متأخرا، تمام؟
علي لا يقصر في عمله. ممكن اكون صادق وممكن اكون كاذب، انا النفي يحتمل الصدق والكذب، اما النهي فيه معنى الطلب والانشاء. تمام، يبقى النفي معنا في الاسلوب الخبري، اما النهي معنا في الاسلوب الانشائي. طيب ده باختصار شديد الفرق بين الاسلوب الانشائي والاسلوب الخبري. امال باقي الدرس عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هاخد الامر، صيغه الامر دلوقتي. تمام، هشوف الامر صيغه ايه، تمام، بستخدم الامر ازاي، طيب وهل الامر ده بيدل على ايه، ولو خرج عن هذا المعنى الرئيسي بيبقى ليه صور. ده اللي هناخده، ركز معايا، ركز معايا بقى عشان ناخد اسلوب الامر. والامر قلنا اول حاجه من الاسلوب الانشائي الطلبي معانا الامر. طيب يعني ايه الامر؟ الامر له غرض حقيقي واغراض بلاغيه، له غرض حقيقي واغراض بلاغيه. خلينا ناخد الغرض الحقيقي. الغرض الحقيقي طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، يعني انا بامر واحد بحاجه يبقى انا اعلى منه، تمام، يبقى ده الامر الحقيقي. يعني جاء الامر من اجل هذه الصوره الحقيقيه اللي هو طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. ذاكر الدرس، يبقى انا الاب وهذا الابن انا اعلى منه بقول له ذاكر الدرس. المدرس يامر الطالب ذاكر الدرس، يبقى المدرس اعلى من الطالب، يبقى ايه؟ يبقى كده ده امر استعملت الامر في معناه الحقيقي. تمام، وانا ممكن استعمل الامر في معنى اخر غير المعنى الحقيقي، ممكن ما يبقاش على وجه الاستعلاء، ممكن تبقى نصيحه، ممكن بامرك نصيحه، ممكن بامر ربنا سبحانه وتعالى دعاء، مش امر مباشر، مش امر حقيقي. واعفو عنا، ما اعفو ده فعل ايه؟ فعل امر. هل ينفع ان انا اقول اعفو عنا الفعل اعفو ده انا اللي بامر ربنا؟ ينفع ان انا امر ربنا ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى هنا الامر ليس حقيقيا، من الامر هنا ايه؟ الامر بلاغي او مجازي، تمام، الغرض منه الدعاء. يبقى لو انت عايز تستخدم الامر في معناه الحقيقي، يبقى انا بطلب، انا اعلى من الشخص اللي انا بامره وبطلب منه ينفذ الحاجه ديت الزام، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه امر حقيقي. يبقى الغرض الحقيقي الامر طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. طيب اسلوب الامر، امتى اقول ان الاسلوب اللي قدامي اسلوب امر؟ لما اشوف اربع صيغ، اربع صيغ، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اول ما اشوف فعل امر، اقول ده اسلوب امر. تمام، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا فعل ايه؟ فعل امر، يبقى ده اسلوب امر على طول. تمام، طيب لما اشوف لام امر زائد فعل مضارع، ممكن فعل مضارع يكون امر اسلوب امر، بس قبليه لام الامر، يعني فعل مضارع لازق في لام الامر بيعامل معامله فعل الامر وبتسميه اسلوب امر. زي لينفق ذو سعه من سعته، يعني امر من الله سبحانه وتعالى ان الانسان لو عنده سعه يقدر ينفق، لينفق ذو سعه من سعته، كانه بيقول انفق يا من تملك هذه السعه او تملك الاموال. يبقى لينفق ليها نفس معنى انفق، الاثنين نفس المعنى، ده اسلوب امر وده اسلوب امر، ده اسلوب امر عن طريق فعل الامر وده اسلوب امر عن طريق فعل المضارع زائد لام الامر. تمام، ليذاكر محمد، يذاكر ده فعل مضارع بس فيه معنى الامر عشان لام الامر. تمام، ليخرج علي مبكرا، ليصحو فلان من نومه، كل دي فعل مضارع زائد ايه؟ زائد لام الامر. يبقى الصوره الاولى فعل الامر، الصيغه الثانيه لام الامر زائد مضارع، الصورة الثالثة اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر هناخدها بالتفصيل في درس أسماء الأفعال. اسم فعل الأمر ده اسم الفعل بيعامل معاملة الفعل، يعامل معاملة الفعل، زي مثلا اسم الفعل صح، صح ده بمعنى أسكت، صح اسم فعل، طب أسكت ده فعل، يبقى فيه معنى الفعل، يبقى اسم الفعل فيه معنى الفعل. طيب أسكت ده فعل أمر وصح بمعنى اسكت، يبقى صح ايضا اسم فعل امر يبقى اسميه اسلوب امر. تمام، عليكم انفسكم، هيجي واحد دلوقتي عليكم انفسكم بمعنى الزموا انفسكم، هيجي واحد يقول لي عليكم، طب ما جر ومجرور، لا هنا عليكم اذا كانت بمعنى الزموا ما بتكونش جر ومجرور، بعربها على بعضها اسم فعل ايه؟ امر. طيب اليك عني، ابتعد عني، اليك جر ومجرور، لا مش جر ومجرور هنا، لو كانت اليك بمعنى ابتعد بنسميها اسم فعل امر، اليك بمعنى ابتعد، ابتعد فعل امر، يبقى اليك اسم فعل أمر. تمام، وهناخد أسماء الأفعال بالتفصيل، أو لو أنت عايز تتوسع اكتب اسم فعل أسماء الأفعال قناة الدليل هتلاقي الدرس معك. طيب تمام، يبقى احنا عندنا فعل الأمر، لام الأمر، اسم فعل أمر، رقم أربعة المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر الكلمة، أحسن إحسان، أكرم إكرام. تمام، أصل الكلمة، المصدر يعني أصل الكلمة. طيب مصدر الكلمة إذا كان فيه معنى الأمر، لما أقول لك وبالوالدين إحسانا، أنا كده عايز أقول لك كلمة إحسان، ما قلتش أحسن إلى الوالدين، أنا قلت إحسانا، مصدر كلمة أحسن، مصدر الفعل إيه؟ أحسن. طيب
طب إحسانة مش فيها معنى أحسن؟ وبالوالدين إحسانة، يعني كاني بقول أحسن إلى الوالدين. يبقى كلمة إحسانة هنا مصدر، كلمة إحسانة هنا مصدر، فيه معنى الأمر أيضا يدخل معنا في أسلوب الأمر. أربع حاجات بستخدمهم في صيغ الأمر. واحد، عد معايا. واحد، فعل الأمر. اثنين، فعل مضارع مقرون بلام الأمر. رقم ثلاثة، اسم فعل الأمر. رقم أربعة، المصدر الذي فيه معنى الأمر أو المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر. ده كده الفعل الأمر أو أسلوب الأمر في غرضه الحقيقي، استعماله في غرضه الحقيقي. طيب لو أنا ما استعملتش بقى الأمر على وجه الإلزام والاستعلاء، ممكن استعمله في أغراض تانية؟ ده العنوان الثالث معنا، الأغراض البلاغية للأمر. يخرج الأمر من معناه الحقيقي إلى معنى من المعاني الأخرى، زي إيه؟ الدين الأمثلة. رقم واحد معنا، النصح والإرشاد. يبقى أنا هشوف فعل أمر قدامي أو صورة من صور الأمر الأربعة دول، تمام؟ بس مش الغرض منها أن أنا ألزم إنسان حاجة، لا، ده الغرض منها النصيحة، الغرض منها الإرشاد، أن أنا بقول لك خد بالك. طيب النصح والإرشاد، إمتى أقول نصح وإرشاد؟ لما يكون الفعل الأمر فيه فائدة للمخاطب. فيه إيه؟ فائدة للمخاطب. إدينا المثال، لما أقول لك احذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. ركز كده بقى، احذر مصاحبة اللئيم، فين فعل الأمر هنا؟ احذر. ركز كده، أنا بقول لواحد صاحبي احذر مصاحبة اللئيم. ركز كده في كلمة احذر، مش فيها فايدة للمخاطب، مش الأسلوب ده، أنا كده بقول له احذر مصاحبة اللئيم، أنا كده مش بنصحه. نصيحة. هل أنا هنا بطلب منه على وجه الإلزام والاستعلاء ولا من باب النصيحة؟ من باب النصيحة. يبقى أنا كده عملت حاجة اسمها خرجت من فعل الأمر من معناه الحقيقي اللي هو الإلزام إلى معنى من المعاني البلاغية اللي هو النصح والإرشاد. يبقى الغرض من احذر هنا إيه؟ النصح والإرشاد. ليه؟ لأن فيه فائدة للمخاطب، وده الغرض الأول من الأغراض البلاغية للأمر. طب تعال ناخد الغرض الثاني، الدعاء. الدعاء، إمتى أقول الأمر الغرض منه الدعاء؟ إذا كان من العبد إلى ربه، من العبد إلى ربه تقول دعاء، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا، كل دي أفعال أمر. اعفو فعل أمر، اغفر فعل أمر، ارحم فعل أمر. ينفع أنا أقول لربنا أأمر ربنا؟ ما ينفعش طبعا والعياذ بالله، تمام؟ يبقى فعل الأمر هنا خرج من معنى الاستعلاء والإلزام إلى معنى الدعاء، إننا بدعي ربنا. طيب إمتى أقول الدعاء؟ إذا كان من العبد إلى ربه. ندخل على رقم ثلاثة، الغرض الثالث الرجاء. الغرض الثالث الرجاء، زي مثلا فاغفري جرأتي. إمتى أقول الرجاء؟ لو كان من الأدنى إلى الأعلى في المكانة، بمعنى إيه؟ أنا أقل، تمام؟ أنا أقل وفي حد أعلى مني وأنا بترجاه، من الأدنى إلى الأعلى في المكانة، يبقى أنا أقل وبأمره، لا مش بأمره، ده أنا إيه؟ بترجاه. طيب زي مثال فاغفري جرأتي، تمام؟ دخلت على الملكة بتقول لها اغفري جرأتي، يعني معلش أنا اتجرأت عليك، اغفري لي، سامحيني، زي لما تقول لحد إيه أعلى منك سامحني في الحاجة دي، يبقى سامح ده فعل أمر، بس الغرض منه الرجاء. اغفري جرأتي، اغفر ده فعل أمر بس الغرض منه الرجاء وليس الغرض الحقيقي اللي هو الإلزام والاستعلاء، تمام؟ سامحني على تقصيري، أيضا الغرض منه الرجاء، لأن أنا مش هقول لحد سامحني إلا إذا كنت أنا أقل وهو أعلى، تمام؟ الغرض اللي معانا بعد كده، خدنا النصح والإرشاد، اثنين الدعاء، ثلاثة الرجاء، أربعة الالتماس. الالتماس لما يكون الاثنين متساويين في المكانة، اللي بيؤمر والمأمور متساويين في المكانة، وإحنا ماشيين كده بقول له إيه؟ استنى هنا أنا عايز أعمل كذا. أنا بلتمس منه إيه؟ إنه استنى، مش بقول له استنى إلزام ولا استعلاء، لا، ده إحنا أصحاب، إحنا الاثنين إيه؟ في نفس المكانة. زي ما يجي الشاعر يقول إيه؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هو ماشي كده قال له استنى هنا انا عايز اقول شعر في الايه؟ لان المكان ده ليه ذكريات. هل هنا هو بيطلب منه على وجه الاستعلاء ولا بيطلب منه من اجل الالتماس؟ ده هنا فعل الامر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بقى قفا هنا فعل امر، وقف هنا، الغرض منه الالتماس وليس الغرض الحقيقي اللي هو الاستعلاء. طب اللي بعد كده التمني، لما اقول لك التمني مش معنى ذلك انا بقول لك اسلوب تمني فيه ليت، لا، ده فعل امر في الجمله فيه معنى التمني. امتى اقول تمني؟ لما يكون المامور غير عاقل، لما اكون ايه؟ بامر حد غير عاقل، يبقى انا كده بتمنى. او كان الامر صعب الحدوث، يعني مش ممكن يحصل، يبقى على طول اي امر بيكلم حد غير عاقل او الامر صعب الحدوث اقول
الفعل الأمر هنا أو أسلوب الأمر هنا الغرض منه التمني. لما أقول فيا موت زر إن الحياة زميمة، بيكلم الموت، هل الموت عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى على طول كلمة زر هنا فعل أمر، الغرض منه التمني، الغرض منه التمني. لما أقول لك التمني مش الأسلوب اللي تمني، ده الأسلوب أمر، الغرض من هذا الأسلوب التمني. تمام؟ التسوية، التسوية لما يتساوى النتيجة، ها؟ يعني يكون في فعل أمر بس متساوي النتيجة، النتيجة واحدة، زي اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. اصبروا هنا إيه؟ فعل أمر. هل أنا هنا لما أقول له اصبروا بطلب منه أنه يصبر، ولا بقول له اصبر ولا ما تصبرش، النتيجة واحدة؟ يبقى فيها معنى التسوية. بقى كلمة اصبروا ليس الغرض منه أنه يطلب منه أنه يصبر، لا، ده أنت سواء صبرت أو ما صبرتش، هنا أسوي بين الأمرين. يبقى الأمر هنا الغرض منه التسوية. طيب بعد كده التعجيز، أمر غرض منه التعجيز، إذا كان المأمور يعجز عن التنفيذ. زي بأمرك بحاجة وعارف أن أنت مش هتعملها، زي مثلا فأتوا بسورة مثله في القرآن الكريم. طب أنتوا بتستهزأوا بالقرآن الكريم، طب هاتوا سورة زيه. هل أنا لما أقول له هاتوا كده، هل أنا بأمره عشان يجيب ولا بعجزه؟ بعجزه. يبقى خرج الأمر من معناه الحقيقي، من معناه الحقيقي اللي هو طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء والإلزام، إلى معنى من المعاني المجازية اللي هي التعجيز. تمام؟ بعد كده معانا الأربعة دول، حبيت أكتبهم لكم في نفس الصفحة وأقول لك الأمثلة شافوا كده. الاستعطاف، الاستعطاف اللي هو طلب التودد، إن أنا بتودد لحد. بتودد هنا يبقى هو ايه؟ يعني مثلا زي واحد بيحب واحدة مثلا فيقول لها اجيبيني مثلا، او ازيني نساء العالمين اجيبي. يعني بيطلب من ايه؟ من نساء، ازين نساء العالمين اجيبي، يعني بيطلب منها ان هي تجيبه او ترد عليه، او طب عشان خاطري، طب كذا، ده اسمه استعطاف. اجيبي هنا فعل امر الغرض منه الاستعطاف، بيستعطفها ان هي ترد عليه. تمام؟ التهكم والسخرية فيه معنى الاستهزاء، فيه معنى فعل أمر، فيه معنى الاستهزاء. يعني بقول لك إيه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، زي ما جاء في القرآن الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كانوا بيقولوا إن إحنا أعزاء وإحنا لنا شرف وسيادة في قومنا وكذا، فيأتي يوم القيامة يقال له ذق إنك أنت عزيز، تزوق النار أو تزوق هذا العذاب، مش أنت العزيز الكريم؟ تمام؟ زي ما مثلا واحد ينجح في الامتحان، يسقط في الامتحان مثلا، وكان بيقول لك إيه ده، أنا ممتاز وأنا تمام التمام، يقول له إيه؟ نجحت، نجحت يا 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 شاطر. هل هو يقصد كلمة يا شاطر هنا أنه هو بيتهكم وبيستهزئ بيه؟ مش بيقصد أنه هو شاطر بجد، لا، ده أنا بستهزئ بيه. نفس المثال، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق يعني تذوق هذا العذاب، ما انت كنت بتقول على نفسك ان انا عزيز كريم. بما فيه تهكم واستهزاء وسخرية، تهكم والسخرية بنفس المعنى اللي هما الاستهزاء. طيب التهديد، زي مثلا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. التهديد زي مثلا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا فعل أمر، تمام؟ فإن مصيركم إلى النار. هل بيأمرهم إنهم يتمتعوا ولا بيهددهم؟ ده فيه معنى التهديد. آخر حاجة معانا التخيير. يعني التخيير بخيرك، التخيير عايز تأكل مثلا، وكلوا واشربوا. هل كلوا واشربوا هنا بأمرك؟ كلوا فعل أمر، هل لازم تأكل؟ لا، وكلوا واشربوا براحتك، فيه تخيير. فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا يعني مثلا بعد صلاة الجمعة القرآن قال لك إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل تفرض واحد نام في المسجد يبقى كده عمل حاجة حرام؟ لا، ده هنا انتشروا بمعنى ان انت مباح لك ان انت تتحرك. يبقى كلمة انتشروا هنا فعل امر، لكن الغرض منه التخيير، الاباحة، براحتك، عايز تقعد ماشي، عايز تمشي ماشي. كله واشربه، مش معنى ذلك ان انت لازم تاكل، عايز تاكل ماشي، مش عايز تاكل ما تاكلش، ده فيه معنى التخيير. تمام؟ دول الاغراض البلاغية. باختصار شديد، اول حاجة ده الامر، الامر اللي له اغراض حقيقية، غرض حقيقي واحد اللي هو الالزام والاستعلاء، وغرض أغراض بلاغية اللي احنا عددناها. خرج الأمر من معناه الحقيقي اللي هو الاستعلاء إلى معنى من المعاني المجازية. وتعرف برضو إمتى نقول صيغ أمر؟ لما يكون في فعل أمر، لام أمر، اسم فعل أمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. بكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.